القدس تي في، عيش الخبر أينما كنت. في الثالث من أيلول سبتمبر قبل 19 عاما وقعت اتفاقية أوسلو في العاصمة الأمريكية واشنطن بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل كتتويج لمحادثات سرية بدأت بين الجانبين في العاصمة النرويجية أوسلو استنادا إلى مؤتمر مدريد للسلام. الجدل حول تداعيات الاتفاقية على القضية الفلسطينية مازال قائما بعد مرور هذه السنوات. إقامة السلطة الوطنية هو نوع من الإيجابيات، وجودنا على الأرض الفلسطينية، عودة مئات ألوف الفلسطينيين إلى الأراضي الفلسطينية واستقرار بناء المؤسسات، تحسين مستوى المعيشة للمواطن الفلسطيني. أوسلو لها إيجابيات حقيقة، بعد 20 عاما لم تحقق كافة ما طموحاتنا وما كان يفترض أن يكون بذلك، وذلك للمماطلة الإسرائيلية والتهرب. هذه الاتفاقية بتبعاتها الأمنية والاقتصادية والسياسية هي كانت مدمرة للشعب الفلسطيني وكانت مثمرة جدا للاحتلال، ضيعت الحقوق وثوابت الشعب الفلسطيني، وأصبح اليوم في عهد أوسلو كان التهويد وكان الابتلاع وكان الاحتلال الكامل للضفة الغربية والحصار الكامل لقطاع غزة والتدمير الكامل للاقتصاد الفلسطيني، ولم يعد هناك قرارا سياسيا للسلطة الفلسطينية ولا حتى قرارا أمنيا ولا قرارا سياديا. الفلسطينيون الذين أملوا كثيرا على هذه الاتفاقية في تحقيق حلم الاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية تبخرت توقعاتهم على صخرة الواقع الصعب في الأراضي الفلسطينية. إسرائيل تنصلت من تعهداتها ووسعت من عمليات التهويد والاستيطان، بينما الكيان الفلسطيني الذي تشكل بموجب أوسلو أصبح سلطة بلا سلطة. أنا أظن أنه المشكلة بتحرر أوسلو، وأنا أصبح المصلحة الحزبية، الفصائل التي شكلت اتفاق أوسلو أصبحت حكومات وأعضاء برلمان وكذا، هم الذين يشكلون عبئا على إعادة التفكير الجدي بإلغاء أوسلو. إلغاء أوسلو مصلحة، أنا أظن في الوقت الحالي هي مصلحة فلسطينية، قلب الطاولة في وجه إسرائيل مصلحة فلسطينية، ورأينا خلال الأيام الماضية كيف عندما شعرت إسرائيل أن السلطة على وشك تنهار طلبت من الولايات المتحدة وأفرجت عن المال، لأنه أن تنهار أوسلو يعني أزمة بالنسبة لإسرائيل. تداعيات اتفاقية أوسلو وما تبعها من اتفاقات وبروتوكولات سياسية واقتصادية أخرى ما زالت متواصلة في الأراضي الفلسطينية، ويكفي احتجاجات الغلاء التي ضربت الضفة الغربية في الأيام الأخيرة للتدليل على ما لحق بالفلسطينيين من أذى جراء الاتفاقية، وفقا للبعض الذين يدعون إلى استراتيجية فلسطينية مغايرة. نحن أحوج ما نكون إلى استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الاحتلال وتحدياته، لمواجهة الاستيطان والتهويد والقتل والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يتطلب وحدة وطنية حقيقية جدية تبدأ بإنهاء الانقسام وطي هذه الصفحة السوداء من تاريخ شعبنا، وتوحيد الشعب الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية. التوقعات من اتفاقية أوسلو كانت كبيرة بالنسبة للفلسطينيين، لكن الوقائع التي فرضتها إسرائيل على الأرض كانت مغايرة. بين التوقعات وبين الوقائع تبدو الهوة كبيرة، هوة لا أفق لردمها في المدى المنظور على الأقل. محمد الأصل، تلفزيون القدس، غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب وتويتر.